نروح مع حضراتكم لخارج القاهرة ومتابعة لأخبار المحافظات. كفر الشيخ بيتم تطوير الميادين ورصف حوالي 10 طرق في 4 مدن بالمحافظة، وده ضمن خطة شاملة لتطوير البنية التحتية. أما في دمياط الجديدة فتم رفع كفاءة الشاطئ والاستعداد لاستقبال فصل الصيف. في المنيا كمان تم توقيع الكشف الطبي على 1317 حالة في قافلة طبية، وفي الأقصر تم افتتاح مركز خدمة للطلاب ذوي الهمم. تفاصيل وأخبار أكتر في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في كفر الشيخ بيتم تنفيذ أعمال الرصف العشر طرق إضافة لتطوير الميادين في 4 مدن، وده في إطار خطة شاملة لتطوير البنية التحتية وتحسين شبكة الطرق وتسهيل حركة المرور. في دمياط أكد جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة تنفيذ أعمال رفع كفاءة وتطوير منطقة الشاطئ لاستقبال سكان المدينة ورودها خلال فصل الصيف، وسط متابعة يومية لتنفيذ خطة رفع كفاءة شاطئ المدينة. في أسيوط بتشهد المحافظة تنفيذ أعمال مشروع إحلال وتجديد موقف سيارات السيرفيس بالغنايم على مساحة 1400 متر تقريباً باعتماد مالي 30 مليون جنيه ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بنسبة تنفيذ تجاوزت 65%، وده تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد وخلق فرص عمل محلية ومستدامة. في المنيا أعلنت مديرية الصحة عن تنفيذ قافلة طبية بقرية تل العمرنة التابعة لمركز دير مواس على مدار يومين، وتم توقيع الكشف الطبي على 1317 حالة وصرف الأدوية وإجراء الفحوصات اللازمة ليهم بالمجان من خلال الفرق الطبية في مختلف التخصصات لتقديم الخدمات العلاجية المجانية والوصول لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجاً وجميع المواطنين في أماكنهم تيسيراً عليهم. في الدقهلية أعلنت مديرية التموين ارتفاع حصيلة توريد القمح بالمواقع التخزينية ل 248 طن من القمح، وبلغ عدد المواقع التخزينية بالمحافظة 37 موقع على مستوى المحافظة. في مطروح أعلنت مديرية الصحة مناقشة لجنة الصحة بمجلس النواب الميزانية العامة لمديرية الشؤون الصحية بمطروح والمقررة خلال العام المالي الجديد 2024-2025، وحيث أقرت وزارة المالية 139 مليون جنيه لدعم الخدمات الصحية بالمديرية بزيادة الاعتمادات المالية المخصصة للعام القادم بقيمة 50 مليون جنيه ليصبح الإجمالي 189 مليون جنيه. في جامعة الأقصر تم افتتاح مركز خدمة الطلبة ذوي الإعاقة بالجامعة بهدف تعزيز الشمولية وتكافؤ الفرص للطلبة ذوي الإعاقة في التعليم العالي، وأقيم المركز استكمالاً لنجاح المبادرة السابقة لإنشاء 5 مراكز تدريبية للطلبة ذوي الإعاقة من خلال السنوات الماضية في جامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية وأسيوط والمنصورة، مع العمل على إنشاء 15 مركز جامعي آخر لذوي الإعاقة. في الشرقية استفاد 2861 مواطن من أهالي قرية حفنة التابعة لمركز بلبيس من الخدمات الطبية المقدمة عبر القافلة الطبية العلاجية الشاملة ضمن مبادرة حياة كريمة.